لو الحكاية فيها إن فيديو. النهاردة الاثنين 8 يناير، والنهاردة القمر موجود في برج الميزان، عندنا كمان أورانوس موجود في برج الحمل، وعندنا المريخ والمشتري الاثنين في العقرب، وعندنا عطارد في الكوس، وفينوس والشمس وزحل وبلوتو في الجدز، ونبتون في الحوت. خلينا نشوف الحالة الفلكية بالشكل ده هتأثر ازاي على الـ 12 برج. نبدأ ببرج الحمل. الحمل النهاردة مازال القمر في مواجهة برجهم، ومطلوب من مواليد الحمل ان هم يقاوموا التوتر ويحاولوا ان هم يوضحوا افكارهم بدون عصبية وبدون انفعال، خصوصا في علاقات الشراكة، يعني مع شركاء الحياة لو متجوزين، او مع شركاء العمل لو عندهم شراكة في العمل. كمان مطلوب من الحمل ان هم يتحركوا بهدوء حفاظا على سلامتهم. نروح بعد كده لبرج الثور. الثور النهاردة عندهم القمر في منزل العمل وفي منزل الصحة، وبالتالي هنلاقي النهاردة مواليد الثور عندهم طاقة وبيتحركوا بنشاط، وعندهم كمان قدرة على ان هم ينظموا جهودهم، وقدرة في العمل على الانجاز هايلة. نروح بعد كده لبرج الجوزاء. الجوزاء النهاردة عندهم القمر في منزل الحب، والنهاردة مواليد الجوزاء يقدروا ان هم يتعاملوا مع بعض من منطلق عاطفي، ويقدروا كمان يعني يتعاملوا مش مع الطرف الاخر، كمان مع الاحباب ومع كل اللي حواليهم بطريقة ودودة وبطريقة فيها حب وعاطفة ايجابية، ويقدروا كمان يكونوا متفهمين ويقدروا يكونوا متسامحين جدا. النهاردة كمان مواليد الجوزاء عندهم يوم مناسب ان هم يحققوا تقدم على الصعيد المهني، وكمان يقدروا ان هم يمارسوا الرياضة ويكون عندهم نشاط وصحة جيدة. نروح بعد كده لبرج السرطان. برج السرطان النهاردة عندهم القمر في وضع معاكس، والنهاردة مواليد السرطان ممكن يكونوا معرضين للاستفزاز او لبعض التدخلات، ومطلوب من مواليد السرطان ان هم يتملكوا اعصابهم، خصوصا مع الاهل ومع القرايب وفي العلاقات الاجتماعية. نروح بعد كده لبرج الأسد. برج الأسد النهاردة مازال الفلك بيدعمهم وبيدعم خطواتهم. النهاردة هيكونوا متألقين مواليد الأسد، مواهبهم الفنية هتكون فيها تألق، كمان مواهبهم الاجتماعية. نروح بعد كده لبرج العذراء. برج العذراء النهاردة عندهم القمر في منزل المال، والنهاردة مواليد العذراء هيكونوا عندهم القدرة ان هم يعملوا حساباتهم او عندهم تركيز على الامور المالية ويحسبوها كويس، علشان يقدروا يصنعوا شيء عظيم باقل القليل. نروح بعد كده لبرج الميزان. والميزان النهاردة عندهم القمر في برجهم طول اليوم، وده بيساعدهم كتير على تجسيد أفكارهم وتحقيق أحلامهم، كمان هيكون عندهم ثقة بالنفس أكتر، وهيكونوا متألقين وأكثر يعني قدرة على لفت الأنظار ليهم، وخصوصا أنظار الجنس الآخر. نروح بعد كده لبرج العقرب. العقرب النهاردة عندهم القمر في المنزل الـ 12 طول اليوم، والنهاردة مواليد العقرب يعني أو بعض مواليد العقرب قد يكونوا محتاجين يكونوا لوحدهم، ومحتاجين يراجعوا نفسهم أكتر، محتاجين يتأملوا ويستفيدوا من خبراتهم، فالانعزال مش وحش، هيستفيدوا منه جدا. وبرضو ما زلت بنصح مواليد العقرب إن هم يعملوا في سرية وكتمان ويحموا نفسهم من المكائد. نروح بعد كده لبرج الكوس. الكوس النهاردة عندهم القمر مازال في وضع داعم، ومواليد الكوس النهاردة يقدروا يلاقوا وقت للانطلاق مع الأصدقاء، ويقدروا ان هم يعملوا علاقات جديدة اجتماعية. نروح بعد كده لبرج الجدي. الجدي النهاردة عندهم القمر في وضع معاكس، ومطلوب من مواليد الجدي النهاردة انهم يكونوا متحفظين وما يصروش انهم يلفتوا الانظار ليهم، كمان مطلوب من مواليد الجدي انهم يكونوا مستعدين للاجتهاد ويحموا نفسهم من اي مكائد عشان ما تمسكش عليهم اخطاء.
نروح بعد كده لبرج الدلو. الدلو النهاردة عندهم القمر في منزل الحظ، وما زال الفلك بيدعمهم جدا، يقدروا ان هم يتحركوا بسرعة، ويقدروا ان هم يلتقطوا الاشارات بذكاء، وده كله هيفيدهم، ويقدروا ان هم يوطدوا علاقتهم مع جهات اجنبية. وكمان مواليد الدلو عندهم فرصة انهم يحققوا مكاسب مالية النهاردة. نروح بعد كده لبرج الحوت. الحوت النهاردة عندهم القمر في منزل المدخرات، وده بيديهم إصرار على تحقيق النجاح، ويقدروا ان هم يخططوا للمستقبل ويشوفوا مستقبلهم بصورة أوضح، وتبقى الصورة قدامهم أوضح فيخططوا أفضل. وكده نبقى خلصنا الـ 12 برج النهاردة.